محمد احمد يطلب الكره تسجيله على اليمين الظهير الطاير محمد احمد يوزع جول 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 دوغلاس دوغلاس القناص دوغلاس القناص بالراس هو دوغلاس الزعيم يتسلطن في جدة بالذات لفيولا يحكم هذه الأوقات بأجمل اللحظات مع دوغلاس القناص بكرة الراس أسبقية عينوية نارية بلمسات فنية وراء عموري ومحمد أحمد والبقية هذه هي شوف كرة الدلال كرة كل الجمال من دوغلاس بالراس واقعية إمارات